أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وخاصة بحقوق الأطفال، خاصة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، كلها خلال 18 سنة التي مضت كتبت تقارير عن واقع الطفولة في العراق، تقارير أقل ما يقال عنها أنها مؤلمة. يعني صورت الحال في العراق مأساة حقيقية بكل معنى الكلمة لأطفال العراق، تحدثت عن واقع مأساوي تعيشه الطفولة في العراق، وهذا واقع حقيقي ما بين حرمان وفقر ونزوح وعمالة وتجنيد ومتاجرة وغيرها الكثير. وهذا الأمر جعل المنظمات الدولية ومنها اليونيسيف أيضا تقول أن العراق بات من بين أخطر 10 دول في العالم لعيش الأطفال. العراق من أخطر 10 بلدان في العالم لعيش الأطفال. لاحظوا دول العالم، أكثر حوالي 200 دولة في العالم، العراق من بين أكثر 10 دول خطورة على حياة الأطفال، وهذا يدل على شكل النظام وشكل الحياة التي في العراق. لأن الطفولة هي بداية، يعني إذا ما أردت أن تقيس نهضة بلد وازدهاره وقابليته على التطور، تنظر إلى الأطفال، تنظر إلى صغار هؤلاء وفي مدارسهم، في رياض الأطفال، في بيوتهم، وترى البيئة المعدة لهم كيف ينمون بها، ما هي الوسائل، ما هي الخدمات المقدمة لهم لكي ينشأوا في بيئة صحية وطيبة تساعد على بناء الأوطان والمجتمعات قبلها. هذا واقع الحال. فعندما تنظر إلى الطفولة في العراق ستكتشف أن العراق يعني يعيش كارثة حقيقية. الحقيقة أجيال ما بعد 2003 عام احتلال العراق عاشت وتعيش، عانت وتعاني من بيئة غير آمنة، بيئة ليس صحية، بيئة فيها انفلات للسلاح، فيها ميليشيات، فيها فكر متطرف، فيها فوضى، فيها غياب للقانون، فيها يتم، فيها اعتقالات، فيها تشويه، فيها اعتداء، فيها تجاوز على القانون. اليونيسيف تقول، يعني المنظمة التابعة للأمم المتحدة تقول إن نحو 90% من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر. طبعا هناك إحصائيات تتحدث، والإحصائيات ربما غير حقيقية، العدد أكبر. تحدث إحصائيات الأمم المتحدة تقول إنه 54% فقط من الذين يدخلون إلى المدارس الابتدائية يتخرجون منها. 54%، يعني 46% يتسربون، العدد أكبر. إحصائيات كثيرة ومنها عراقية ومنها تابعة حتى لوزارة التخطيط والتربية تحدث عن 70% التسرب في المدارس الابتدائية. الحقيقة تسرب خطير. النازحين المهجرين من بيوتهم بلا مدارس، بلا بيئة للحياة قبل المدارس، عندما يعيشون في خيم واهية، في الصيف يقتلهم الحر، درجات الحرارة في العراق قد تصل إلى فوق 50 درجة مئوية، وفي الشتاء تحت الصفر انجماد وأمطار وسيول وبرد، وفي مناطق حتى في مناطق شمالية كثير من هذه المعسكرات كانت هذه مراكز الإيواء للنازحين، كانوا يعانون الأمرين، لا مدارس، لا مراكز صحية، لا حياة، لا ملبس، لا مأكل، لا مشرب، حياة منعدمة، وكأنه حكم عليهم بقرار رسمي من الحكومة والميليشيات والعملية السياسية كلها بالموت. لماذا لا تعرف؟ لأن الفكر المتطرف هو من يحكم العراق، لأن الفكر الهمجي، الفكر الخارجي هو من يحكم العراق، لأن حقوق الإنسان لا تساوي شيئا في العراق. هذه كذبة حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية اللي جاءنا بها، كذبة كبيرة وقد ثبتت أنها كذبة كبيرة،
وما قتل من العراقيين خلال 18 سنة لحد الآن يقارب المليونين عراقي، يثبت أنها كذبة كبيرة. هذه الميليشيات وهذا القتل وهذا الذبح حول العراق إلى وهذا الإرهاب المطلق في العراق وساحة للصراعات، حول العراق إلى مقبرة كبيرة الحقيقة. العراق بلا خدمات، الأطفال بلا حماية، مكشوفين الناس والعوائل أمام كل الصعاب في الحياة بدون رقابة بدون معيل. لدينا نحو 5 ملايين يتيم من الأطفال، أكثر من 1.5 مليون طفل في الشوارع، هذول أطفال الشوارع. العراق لم يكن فيه، يعني كانت هذه الظاهرة موجودة في الدول الفقيرة، لكن في العراق لم نكن نسمع أن هناك أطفال شوارع. الآن في العراق أطفال شوارع لا أحد يرعاهم، أكثر من 1.5 مليون طفل في الشوارع، هؤلاء عرضة للعصابات، الاستغلال من كل أنواعه، يعني لا تحدث عن نوع معين، استغلال بكل الأنواع، من تجنيد بالعصابات، من سرقة أعضائهم، من تجارة بهم، من متاجرة بهم، من إدخالهم إلى عصابات، من جعلهم أدوات للقتل والسلب والنهب. كل هذه أدوات للمتاجرة بالمخدرات والأدوية وكل شيء، هذه كلها أطفال يتعرضون لها الحقيقة في الشوارع، أكثر من 1.5 مليون طفل. عصابات كثيرة في الشوارع موجودة يتسولون، عصابات التسول هذه التي تستغلهم في التسول كثيرة منتشرة في كل المدن العراقية، استغلالهم في كل شيء حقيقة، وبيعهم، حتى بيعهم، متاجرة بهم، بيع أعضائهم. أطفال العراق الحقيقة محاصرون بين دوامة الفقر والجهل والصراعات والعنف وضياع الأمن. أطفال في العراق يواجهون رعبا هائلا وعنفا لا يمكن وصفه الحقيقة. هذه حقيقة، هذا يعني هذا ما قال أيضا بيتر هوكينز، هذا ممثل يونيسيف في العراق، قبل 2 أو 3 سنين تحدث عن هذا الموضوع. يتم قتلهم للأطفال، يتم اغتصابهم، يتم خطفهم، استخدامهم للسلاح. كثير من عندهم الميليشيات استخدمت الأطفال في معاركها، وتتباهى أن الأطفال معها في هذه الميليشيات وتسلم السلاح. طفل لا يتجاوز عمره 12-13 سنة سلم السلاح وتتباهى بأن هذا الطفل معهم، يعتقدون أن هذا ولاء لفكرهم، هذا الفكر الكسيح، الفكر الهمجي، الفكر العصابي، الفكر القاتل المؤذي للعراق، فكر النهب والسلب والأذية والأذى. أكثر من 4 ملايين طفل الآن، أكثر بكثير من 4 إلى 6 ملايين طفل لا يرتادون المدارس الآن. هناك أكثر من 5 ملايين من أطفال العراق يعيشون في أسر فقيرة جدا، أكثر، لأنه نسبة الذين تحت خط الفقر في العراق مثل ما تتحدث الأمم المتحدة، يعني عام 2017 تحدثت عن 31%، الآن في سنة 21 وبعد الكورونا وبعد المصائب التي حصلت وبعد الوضع الاقتصادي، الآن أكثر من 40% تحت خط الفقر. أكثر من ثلث السكان العراقيين، أكثر قريب نصفهم تحت خط الفقر، أي لا يجدون ما يسدون رمقهم به يوميا، فأولادهم كلهم تحت خط الفقر، كلهم من الفقراء، لذلك يتسربون العمالة من الأطفال. أكثر من 6 ملايين طفل يعني مستعدين للعمل، هناك 3 ملايين منهم في سوق العمل الآن، من الأطفال يعملون، أكثر من 1.5 مليون من عندهم في أعمال خطرة الحقيقة. بات العراق يعني لذلك هذا بات العراق من أخطر بلدان الدنيا، لأنه هذا وضعهم، هذا الوضع الحقيقة. في الشوارع لا أحد يرعاهم، لا منظمة ترعاهم، لا حكومة ترعاهم. يتحدثون عن ازدهار ونهضة، ويتحدث الكاظمي وغير الكاظمي كانوا يتحدثون عن العراق المزدهر، كيف يزدهر العراق وطفولته بهذا الشكل الكارثي القبيح. الحقيقة ما جعلنا نتحدث عن الأطفال لأنه أعدادهم في الشوارع يزدادون، أعداد اليتم تزداد، أعداد المتسربين من المدارس تزداد، هناك كارثة قادمة. أطفال العراق الكثير منهم تنمى في دواخلهم، في عقولهم، فكر طائفي، فكر عصابي، فكر غريب شاذ ليس للعراق، يعني لم يكن موجودا في العراق هكذا فكر. الطفولة في العراق كانت طفولة محترمة وطيبة وجميلة،
وكانت تبشر بخير ومستقبل، الآن تبشر بكارثة كبيرة. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.